صباح الخير يا صبايا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ كيف رمضان عليكم؟ إن شاء الله الله يتقبل صيامكم. شوفوا صحن اليوم طبق، اليوم هذا اليوم الطبق رح نعمله سوا، الكوسة بالبشاميل. شوفوا ما أحلى، رح يعجبكم كتير وتنبسطوا كتير بهالطبق الرمضاني الحلو الصح. وهاي اليوم مقادير هلأ طبختنا اليوم، الكوسة بالبشاميل. طبعاً أنا عملتها نظري أول ما فتحت هالقناة هالمطبخ للصبايا المتزوجين جديد وما بيعرفوا أمور الطبخ. مقادير هاي الكوسة قطعناها دوائر، وهلا بدنا نسلقها. طبعا المي السخنة على النار جاهزة مع رشة ملح، وهاي اللحمة منشان الحشوة، وهاي الجبنة للزينة، وهاي منشان البشاميل للطحين، وقشطة والزبدة. وبحط أنا مع البشاميل جبنة وبحط لها قشطة بدل البشاميل. طبعا البهارات ملح وفلفل أبيض وزنجبيل وفلفل أسود، وهون منشان تعطي طعمة ونكهة زينة ونكهة حلوة. ممكن تحطوا الأوريغانو أو الزعتر الأخضر. هاي المواد بسيطة وسهلة وموجودة بكل بيت. هلأ نروح نشوف سلق الكوسة. هلأ يا صبايا مرحلة سلق الكوسة. طبعا المي عالتغلي، بنسقط بقلب الكوسة، نطريها شوي ونسلقها. هي رح تستوي بالفرن مع اللحمة والبشاميل، بس نسلقها شوي نطريها، ما كتير نخليها تستوي، نص استواء. صبايا شوفوا صارت تغلي المي، مي السلق والكوسايات كوريو. بدنا نخلي شكلهم، ما بدنا نسلقهم كتير مشان يحافظوا على الشكل. شوف شلون استويت وغليت. هلا بنشيلها ونحطها بطبق البيركس لندخلها، بعد ما نحط عليها البشاميل والحشوة ندخلها على الفرن. استوت الكوسة وحافظنا على شكلها. هلا عم نحطها هون صحن البيركس مشان نحط عليها الحشوة والبشاميل. أكلة كتير طيبة ولذيذة وصحية. هون ما في قلي، سلق. سلقنا هاي الوجبة الثانية كمان، حطيناها خليناها تستوي. يعني رح نعمل طبقتين كوسة بيناتهم الحشوة وفوقهم البشاميل والجبنة الموزاريلا. هيا نشوف شلون ننصف الكوسة صحن البيركس، نعمل طبقتين. يا صبايا بعد ما سلقنا الكوسة خلينا وحافظنا على شكلها، ننصفها بصحن البيركس طبقتين نعمل. ودهننا صحن البيركس طبعا بالزبدة أو شوية زيت، الدسم اللي بتحبوه انتو. ونحط طبعا بالنص الحشوة. الحشوة انا عملتها اليوم لحمة ناعمة، قليتها وبهرتها بالتوابل. واذا عندك صنوبر كمان كتير كتير بتطلع لذيذة. الكوسة بالبشاميل كتير طيبة. هاي بدي اعمل انا هون طبقتين وبيناتهم احط الحشوة ازينها بعدين اخر شي بالجبنة الموزاريلا. هلا يا صبايا صفينا اول طبقة، بدنا نحط الحشوة. ومثل ما قلت لكم الحشوة بتحبوا دجاج تسلقوه وتفتفتوه هيك بتحطوه وتقلوه مع الصنوبر، بتحبوا لحمة. يعني الكوسة ممكن لحمة ممكن فروج دجاج فخاذ صدورة. شايفين هاي الطبقة الثانية، هاي الطبقة الثانية. نعمل يا صبايا هلا البشاميل. حطينا الزبدة شوية زيت، انتو حرين، بنقلي الطحين لا بنحرقه. شايفين كيف؟ وهلا بنضيف الحليب شوي شوي مشان ما يصير كرات ويتكعتل وما ينجح معنا، مشان يصير متجانس. يلا هلا شايفين قلينا الطحين، هذا
هنا منيح. هلا بنبلش نضيف الحليب. يا صبايا بنضرب البيض، بنحرك كثير منيح مشان ما يصير متجانس، مشان ما يصير في كرات للطحين كاتب. هلا انا بحب اضيف للبشاميل، بحب اضيف له جبنه اي نوع بتحبيه. هاي انا مكعبات، راح اضيف جبنه الكيري، بتقدري تحطي موزاريلا، حيلا جبنه. وبدي اضيف كمان قشطه، معلقه قشطه كمان بتخلي البشاميل كثير طيب وزاكي. وهي رشه ملح، شايفين يا صبايا البشاميل بنتم نحركه، بنضرب البيض منشان يتجانس، بنحط له جبنه، بنحط رشه ملح، معلقتين طحين مع معلقه زبده، وهي كمان رح نحط القشطه بالاخير. بطلع بشاميل روعه. اليوم اذا عجبكم الفيديو شاركوا رفقاتكم اذا عجبتكم هالاكله، وحطوا لي لايكاتكم وكومنتاتكم لأشوف شو رأيكم بالأكل اللذيذ الصحية، وفعلوا جرس الاشتراك. كتير طيبة وصحية الكوسة بالبشاميل. شوفوا حبيباتي هذا البشاميل، شوفوا شلون صار سمك متجانس، فيه جبنة، فيه قشطة، رشة ملح، بهار أبيض. البشاميل ما بنحط له غير الملح والبهار الأبيض، شايفين شلون؟ هلا يا صبايا بنحط طبقة البشاميل، شوفوا شلون؟ وبنحط نص البشاميل منشان الطبقة الثانية، بنحط الطبقة الثانية وبعدين نرجع نحط بشاميل، ونحط الجبنة الموزاريلا ونحطه بالفرن الطبق. اليوم كثير رح يعجبكم، لا تنسوني من لايكاتكم ونصائحكم وتعليقاتكم، وتشاركوا رفقاتكم وتفعلوا جرس الاشتراك. شايفين هاي شلون؟ هلا اخر طبقه كمان بشاميل منشان يتشرب بشاميل، ونحط بعدين طبقات الجبنه. الجبنه اللي بتحبوها والموجوده عندكم ممكن تصير يا صبايا، لا تصعبوا الامور، كل شيء موجود عندكم، يعني لا تضطروا تطلعوا وتشتروا وتدوروا وتقولوا ما في. هاي صفينا طبقتين البشاميل الكوسة. هلا انا برجع نحط كمان طبقه البشاميل. صبايا رح نحط الجبنه، نغطي طبقنا اليوم شرايح الجبنه. هاي رح تدوب بالفرن ورح تعطي للطبق نكهه ومنظر حلو بجنه. شايفين هاي شرايح الجبنة، وهاي إذا عندكم جبنة مكسورة كمان بتصير. معلش هاي يا صبايا اليوم الطبق غطيناه بالجبنة، وهلا شغلنا الفرن طبعا من فوق ومن تحت على درجة حرارة 250، تستنوها إلا تحمر الوجه وتشوفوا الأطراف كمان احمرت وشقرت، بتطفوا وبتكون استويت وصحتين وهنا. وطبق اليوم راح تدوقوه وتشوفوا شلون طيب ومفيد وصحي، وخصوصا برمضان، وصحتين وهنا يا صبايا. هلا يا صبايا فتحنا الفرن، راح نشوفها شقرت وتحمرت، وصينيتنا اليوم صارت بتجنن. تفرجوا، يا سلام يا سلام، روعة روعة. اليوم رح تدعوا لي كمان على طبق الكوسه بالبشاميل. وهي صبايا تفرجوا طلعنا من الفرن، روعه يعني فعلا منظره بشهي. لا تنسوا طبقتين الكوسه بالنص، اللحمه او الفروج، بعدين البشاميل، بعدين الجبنه. تفرجوا ما احلاها بالفرن. هلا
راح اطلع لكم كمان شقفه منها وتشوفوا شلون الجبنه عامله مفعول.